السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلبة سنة 5 ابتدائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح يونت 8 وهنبدأ بليسن 2. في البداية يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تتابعوا معانا بإذن الله كل الدروس أول بأول. تعالوا كده نكمل مع بعض اليونت بتاعتنا ونشوف الدرس بتاع النهاردة بيتكلم عن إيه. ليسن 2 متقسمة على 2 بارت. الليسن بتتكلم على أو يعني طبعا كل درس أنتوا عارفين أو كل يونت بيكون فيه ليه علاقة بالماس والساينس. كل يونت بيكون عندنا درس ليه علاقه بالساينس ودرس ليه علاقه بالماس. النهارده هنتكلم على الووتر. نبدا باهم كده الفوكاب اللي موجوده معانا. تعالوا اما نقرب الصوره عشان تبقى الصوره اوضح لينا. عندنا كلمه ريفر بمعنى نهر، كلمه ستريم، ستريم بمعنى جدول او نهر صغير زي ما انتم شايفين كده ما بين جبلين مثلا. كلمه ليك بمعنى بحيره، ليك بمعنى بحيره. كلمه اوشن، اوشن بمعنى محيط زي المحيط الهندي والمحيط الهادي وهكذا. جليشر بمعنى نهر جليدي، جليشر بمعنى نهر جليدي. تعالوا ما نكمل باقي الكلمات معانا. سولت ووتر بمعنى ميه مالحه. طبعا كلمه سولت لوحدها بمعنى ملح، فطبعا لما نضيفها للميه تبقى ميه مالحه. فريش ووتر ميه عذبه، طبعا دي بتكون في البحار ودي بتكون في الانهار. هيلث صحه، هيلث صحه. كروبس محاصيل، كروبس محاصيل. سولت ملح زي لسه قايلين من شويه. ستومك ايك الم في المعده، كنا طبعا واخدين مجموعه من الالام في الدرس اللي فات. ذا ريفر نايل نهر النيل، نهر اللي موجود في مصر. كلوز افكار او اشارات، كلوز افكار او اشارات. سي ووتر بمعنى مياه البحر. جلاسز اكواب. باث ووتر بمعنى مياه الاستحمام. رين تمطر او مطر، تنفع فيرب وتنفع نون، تنفع اسم وتنفع فعل. difference اختلاف. the red sea البحر الاحمر. the mediterranean sea البحر الابيض المتوسط، البحرين اللي موجودين في مصر. drinking water مياه الشرب. تعالوا اما نشوف الافعال اللي معانا، والمره دي سهلين خالص خالص، يعني هما فعلين اتنين بس اللي هنحفظهم المره دي. عندنا هنا call و discuss، يدعى او يسمى لما عايز اقول مثلا فلان اسمه كذا، و discuss بمعنى يناقش. اما هنا drink يشرب، drink يشرب. think بمعنى يفكر، think بمعنى يفكر. تعالوا اما نكمل. important for معناها هام لي، important for هام لي. how many كم العدد، how many كم العدد، طبعا أداة استفهام. a day في اليوم، a day في اليوم، بقول مثلا انا بشرب مثلا 3 لتر ميه في اليوم، a day في اليوم. water for crops مياه لري المحاصيل. بعد كده عندنا كويز زي ما اتعودنا، هستنى بقى منكم الاجابات بتاعته في التعليقات. نشوف بقى look learn and look read and learn، انظر واقرا وايه وتعلم. الفريش ووتر دي استخداماتها ايه؟ drinking water ميه الشرب، water for crops كمان بنستخدمها في الزراعه، بس water كمان بنقدر ان احنا نستخدمها في الاستحمام. اما السالت ووتر دي بتكون موجوده في الريد سي في البحر الاحمر، ذا ميديتيريان سي في البحر المتوسط، صوره اسكندريه اهي، اوشن في المحيط. كده احنا خلصنا الجزء الاولاني بتاعنا بارت 1 في الليسن ده. تعالوا اما نشوف بقى الجزء الثاني بيتكلم على ايه. ديسكرايبنج ذا اليفنت، عايزين نصف او نوصف الفيل. بلايند كفيف، سبيشال مميز. بلايند كفيف، سبيشال مميز. فليكسبل مرن، فليكسبل مرن. سبير رمح، سبير رمح اللي كانوا بيحاربوا بيه زمان مثلا. انكريدبل مدهش او رائع، انكريدبل مدهش او رائع. ترانك خرطوم الفيل او جذع الشجره، ترانك خرطوم الفيل او جذع الشجره. تاسك ناب، تاسك ناب. روب حبل، روب حبل. ستوريز قصص، ستوريز قصص. لوكال محلي، حاجة مصنوعة في داخل الدولة مثلا. enormous بتساوي كلمة huge، الاتنين بمعنى ضخم، enormous huge. wrong خطأ أو مخطئ. hard صلب، حاجة ناشفة أو جامدة. smooth ناعم أو أملس. leaf ورقة شجر، leaf ورقة شجر. correct صحيح، عكس طبعا wrong. tail ديل، tail ديل. راوند مستدير زي الكورة مثلا، والكرة المستديرة راوند. با
بارت جزء، بارت جزء. ايديا فكرة، ايديا فكرة. فارمر فلاح، فارمر فلاح. فارم مزرعة، كلمتين جايين من بعض طبعا. سترونج قوي، سترونج قوي. دينجرس خطير، دينجرس خطير. فلات مسطح، فلات مسطح، يعني حاجة مستوية زي دي كده، زي الخط ده، شايفين مستوي ازاي؟ ده خط فلات. كليفر ماهر، كليفر ماهر. اكزايتد متحمس، اكزايتد متحمس. بوينتد مدبب او مسنن، زي القلم مثلا الجاف او القلم الرصاص. وول حائط، وول حائط. مورال خدناها قبل كده بمعنى مغزى القصة او الدرس المستفاد. تعالوا ما نكمل ونشوف الريجولر فيربس. طبعا كنا خدنا في البارت الاولاني فعلين، عندنا بقى كمان 5 افعال هم هنزودهم عليهم، لكن نشوف الاول الريجولر السهلين. ديسكرايب يصف، هنزود لها بس حرف الدي. تاتش يلمس، هنزود لها اي دي في الماضي. ديسكفر يكتشف. ريتش يصل. شيب يشكل، يعني بمسك حاجه كده عجينه مثلا اشكلها، اعملها الشكل اللي انا عايزه. تيرن يستدير. ستوب يتوقف. اما الافعال الغير منتظمه زي مثلا ميت يقابل، بوت يضع، سي يرى، understand يفهم، hear يسمع. طبعا عندنا 5 افعال مع الاتنين اللي كانوا في اول الفيديو، يبقى كده 7 افعال محتاجين ان احنا نحفظهم في الدرس بتاع النهاردة. تعالوا ما نشوف الاعداد الترتيبية، يعني اما اجي اتكلم مثلا او ارتب حاجة فاقول first الاول، second التاني، third التالت، fourth الرابع، fifth الخامس، sixth السادس. يبقى دي كده الاعداد الترتيبية. A long time ago، منذ وقت طويل. A long time ago، منذ وقت طويل. A long the road، على طول الطريق. بس خلي بالك ان دي ايه، كلمة واحدة، ال A وال L جنب بعض، اما دي كلمتين ال A وال L منفصلين عن بعض. ده يعني اختلاف مهم جدا، خلي بالكم من الاختلاف ده. The side of، جانب من. Reach out، يصل الى. Part of، جزء من. For a moment، للحظة او لبعض الوقت. Look like، يشبه. Finally، في النهاية. In fact، في الحقيقة. Find out، بمعنى يكتشف. تعالوا ما نشوف مجموعة من الكلمات ومعانيها بالانجليزي. Blind، can't see. Blind يعني الشخص الايه، الذي لا يرى، can't see. Trunk، قلنا ان هي الخرطوم بتاع الايه، او اللي هي الزلومة يعني، او الجذع بتاع الشجرة. هنا احنا بنتكلم على انها الزلومة. The very long nose of an elephant، هي المناخير الطويلة ايه، بتاعة الاليفنت الفيل. تاسك، a very long pointed tooth، هو ايه، هو السنان او السنة اللي هي المدببة جدا بتاعة ايه، بتاعة الفيل، السنة المدببة. سبير الرمح، a long pointed stick، a long pointed stick. تعالوا ما نشوف العناوين الرئيسية او الجمل الرئيسية في نص الريدنج بتاعنا. There were 6 blind men who wanted to meet an elephant، كان في 6 رجالة طبعا ايه، مكفوفين، كانوا عايزين ان هم يقابلوا الفيل. The 6 men had heard many stories about elephants، كانوا سمعوا قصص كتير عن الايه، عن الافيال. They were very excited to touch the elephant، كانوا متحمسين جدا عشان يلمسوا الفيل. Each of the men only touched one part of the elephant، كل واحد منهم لمس جزء واحد فقط من ايه، من الفيل. سؤال بقى ليكم وهستنى الإجابة في التعليقات، يا ترى ال6 جمل دول بنتكلم في زمن إيه؟ وعرفت منين إن إحنا بنتكلم في الزمن ده؟ مستني بقى الإجابة بتاعت الناس الشاطرة في التعليقات. طبعًا عندنا برضو بوب كويس كده سريع، 3 أسئلة برضو، بعد ما تقروا الكلمات نقدر إن إحنا نجاوب. نشوف بقى دلوقتي النص اللي معانا. A long time ago، من وقت طويل. There were 6 blind men who wanted to meet an elephant، كان في 6 رجالة مكفوفين كانوا عايزين يقابلوا ايه، يقابلوا الفيل، زي ما انتم شايفين الصورة اهمت، ادي الست. They had heard many stories about these incredible animals، but each man had a different idea about what the elephant would look like، طبعا هم ما شافوش الفيل قبل كده، تمام، فهم كل واحد في مخيلته الفيل ده شكله عامل ازاي، كل واحد غير التاني. One day a local farmer was walking along the road with an elephant that worked on his farm، كان في فلاح محلي من البلد يعني،
ماشي مع ايه الفيل بتاعه اللي ايه اللي بيشتغل في المزرعه. The farmer asked if the men would like to touch the elephant to discover how it looks. طبعا لقاهم كده واقفين فقال لهم ايه يا رجاله، لو حد منكم عايز يلمس الفيل عشان يشوف ايه، يشوف هو شكله عامل ازاي، يكتشف شكله عامل ازاي. The men were very excited and walked over to the enormous animal. طبعا كانوا متحمسين جدا وذهبوا ايه للحيوان الضخم. The first man touched the side of the elephant. اول واحد لمس ايه، لمس الجانب كده بتاع الفيل. He said it's very tall and very strong. It's like a wall. ده هو طويل جدا وقوي جدا، ده عامل زي الحيطة. كده أول واحد قال لنا كده أول معلومة. The second man put، تعالوا ما نكمل. The second man put his arms around the elephant. قرب لكم بس الصورة شوية. His arms around the elephant's back leg. حط إيه؟ حط كده إيده حوالين الرجل بتاعت الفيل. He said, No, you are wrong. It's round. ده هو مش ايه، مش حيطة، ده هو حاجة مدورة مستديرة. And strong like a tree trunk. طبعا قال له ايه، قال له لا ده هو مش حيطة، ده هو عامل زي جذع الشجرة، لانه كان طبعا ماسك رجليه. When the third man put his hand on the elephant's trunk, he said, You are both wrong. The elephant is long and flexible. It's just like a snake. طبعا هو مسك الزلومه بتاعته، والزلومه طبعا طويله وعماله بتروح وتيجي معاه، فقال لهم يا جماعه لا ده هو شبه ايه، شبه التعبان بالظبط، طويل ايه، طويل ومرن زي التعبان. كده كل واحد فيهم، شايفين كل واحد حاجه مختلفه، الاولاني قال ان هو حيطه، التاني قال ان هو جذع شجره، التالت قال ان هو زي التعبان. تعال نشوف الرابع. The fourth man، ملاحظين الترتيب عمالين نمشي ازاي، يعني مثلا the first the second the third وهكذا، ادي هو the third man مثلا، هنا the fourth man، الحاجات اللي احنا خدناها بقى برضو بنطبقها دلوقتي عملي. Both his fingers against the elephant's tusk. حط ايده ايه، حط ايده على الناب بتاع الفيل. He said it's hard long and smooth. I think it's dangerous like a spear. ده طبعا ده ايه، ده حاجة كده صلبة وطويلة وايه وناعمة، انا اعتقد ان هو خطر زي ايه، زي الرمح. The fifth man was very very tall. الخامس بقى كان طويل جدا. He reached out and touched the elephant's ear. لمس ايه، لمس ودن الفيل. He said this elephant is smooth and flat and shaped just like a leaf. طبعا قال له ايه، قال ده ايه ده، يعني بالملمس كده ده هو عامل زي ايه، زي ورقة الشجر، املس ومسطح زيه زي ورقة الشجر بالظبط. Finally أخيرا آخر راجل بقى، the sixth man put his hand on the elephant's tail. حط إيده على إيه؟ على الديل بتاع الفيل. مسكوا كل واحد مسك حتة. He said this elephant is not like a wall ولا ال spear ولا ال snake. It's not like a leaf or a tree trunk. ولا حتى شبه الإيه؟ ورق الشجر، ولا حتى شبه جذع الشجرة. This elephant is just like a rope. ده عامل زي الحبل بالظبط، طبعا عشان هو مسك ايه، مسك الديل بتاعه. The farmer listened to everything the men said. استمع طبعا ليهم كلهم. He turned to them and said، لف كده وبص لهم وقال لهم، In fact you are all correct. كلكم مظبوطين، كلكم كلامكم صح. Each of you only touched one part of the elephant. خلي بالكم ده كل واحد منكم ايه، لمس مكان واحد بس من الفيل. If you stop for a moment، لو توقفتم للحظة، and listen to what you all think، وشفتوا كده كلكم بتقولوا ايه، you can all see what the elephants look like. يعني ايه؟ يعني الفيل عامل زي كل الحاجات اللي انتوا قلتوها دي، لكن لما تجمعوها ايه على بعض. بيقول لنا هنا the moral of the story، when we listen to other people، لما بنستمع لبعضنا، لما كل واحد بيسمع رأي التاني، we can understand the world better، هنقدر ان احنا نفهم العالم بشكل ايه، بشكل افضل. كده خلصنا الدرس بتاعنا، تعالوا دلوقتي نحل الجنرال اكسرسايز. اتمنى بس الجزء ده يكون كان سهل عليكم كده وبسيط، ونكون قدرنا نوضحه بصورة كويسة. اول سؤال هنا بيقول لنا there were six نقط من، يا ترى 6 ايه من؟ A local farmer was walking along the road with a نقط. كان في راجل كده فلاح ماشي على الطريق ايه بحاجة معاه.
The men wanted to know at the elephant. كانوا عايزين ايه من الفيل؟ The men would like to discover how the elephant knot. تعالوا نسمع النص بتاعنا ونشوف بيقول ايه. A long time ago there were six blind men. احنا كده عرفنا الاجابة الاولى. ان هم كانوا مكفوفين. Who wanted to meet an elephant. One day a local farmer was walking along the road with an elephant. تمام. That worked on his farm. Worked on his farm. The men wanted to touch the elephant. كانوا عايزين ايه؟ يلمسوا الفيل. They would like to discover how ايه؟ how it looks. كانوا عايزين يعرفوا هو شكله عامل ازاي. The men were very excited and walked over to the enormous animal. تعالوا بقى اما نوصل، وزي ما اتعودنا في الدرس اللي فات بنبص هل في أداة استفهام ولا لا. لو مفيش خلاص هنتعامل عادي بقى. طبعا في الدرس بتاعنا ده مفيش أداة استفهام. Salt water is the water not. المية المالحة هي المية اللي ايه؟ Is like a tree strong. Everything the men said is just like a rope. The water in the sea. طبعا هي المية اللي موجودة ايه؟ المية اللي موجودة في البحر. بس طبعا مش دي الإجابة. طب ليه يا مستر؟ خلي بالك هنا بيقول لنا ايه؟ The water. هل هحط the water و the water ورا بعض؟ لا. تعالوا ما نكمل. In seas and oceans. يبقى salt water is the water in seas and oceans. المية اللي موجودة في البحار وايه؟ والمحيطات. We can't drink. احنا ما نقدرش نشرب ايه؟ The water in the sea. المية اللي موجودة في البحر. The elephant's back leg. رجل الفيل الخلفية عاملة زي ايه؟ زي الشجرة. زي ايه؟ زي جذع الشجرة. It's like a tree trunk. The blind people مالهم؟ Blind people can't see. ما يقدروش ان هم يشوفوا. The farmer listened to everything the men said. لكل حاجة الرجالة ايه قالوا. تعالوا اما نرتب الجمل دي هنبدأ طبعا بأداة الاستفهام، وبعد كده بنبدأ بالفعل المساعد، وبعد كده water important for your health. Why is water important for your health. حتى هنا ايه إذ هنا بتكون حتى الفعل الرئيسي مش الفعل المساعد. بعد كده الجملة دي هنبدأها بأي. I drink 9 glasses of fresh water a day. أنا بشرب 9 كوبايات من المية إيه في اليوم. بعد كده نبدأ بـ the elephant. The elephant is the biggest animal in the world. ببدأ دايما بالفعل وبعد كده الفعل. أدي الفعل أهو، أدي الفعل أهو، أدي هنا الفعل وأدي الفعل، وأبدأ بعد كده أشوف إيه الحاجات اللي ناقصة. يعني هنا بقول I drink، أنا بشرب إيه؟ 9 كوبايات من إيه؟ of fresh water a day. من المية العذبة في اليوم. بعد كده آخر حاجة سؤال. What did the blind man want to find out. الراجل الكفيف كان عايز ايه؟ يكتشف ايه. طبعا هنا زي ما تعودنا اول حرف دايما بيكون small هنحوله لكابيتال، وطبعا بما ان دي أداة استفهام فهنضيف في الاخر علامة الاستفهام. برضو هنا هنزود التي بدل ما هي small هتبقى كابيتال، وهنزود في النهاية النقطة عشان دي جملة ايه؟ جملة عادية. تعالوا اما نقرا النص بتاعنا، ولكن الاول طبعا زي ما اتعودنا هنقرا الاسئلة. The underlined word blind means can't not. كلمة blind معناها ايه؟ ان هو ما بيقدرش يسمع ولا يشعر ولا يعمل ولا يرى. طبعا ايه؟ هتكون الاجابة C اللي هي ان هو ما بيقدرش يرى. The farmer was really not. كان rude ولا helpful ولا fast ولا ugly. rude دي يعني وقح. وقح طبعا صفة وحشة. helpful مساعد، fast سريع، ugly قبيح. طبعا هيكون helpful دي نفس النص اللي احنا لسه قاريينه كذا مرة فهيكون helpful. did the men touch the elephant. هل لمسوا الفيل. طبعا ايه؟ yes they did. yes they touched the elephant او yes they did. what did the blind men want to do. كانوا عايزين يعملوا ايه؟ كانوا عايزين يلمسوا الفيل او عايزين يعرفوا هو شكله عامل ازاي. يبقى they wanted to meet an elephant. كانوا عايزين يقابلوا فيل. they wanted to meet an elephant. كانوا عايزين يقابلهم. who wanted to meet an elephant. اخر حاجة incredible animals. وممكن نتكلم على الفيل من اللي زي ما انتم شايفين كده من النص اللي قدامنا ده. ممكن نكتب 40 كلمة بسهولة جدا جدا عن الفيل، وكمان هنلاقيه مجاب في نهاية الكتاب. وبكده بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يكون كان سهل عليكم، ونشوفكم بإذن الله الحلقة الجاية. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة عشان تتابعوا كل جديد أول بأول، ونشوفكم بإذن الله في Lesson 3 قريب جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترجمة